يا ربيعي أنت في كل شيء على عال، ما يردك من البكار زيان ثمانها، استعد وتو ما جات معركة الجمال، البيارق والوشاحة تبث إعلانها، وان دخلت وفت ميز فهات بالنوال، مثل الزمان تحدى جميع أسنانها. أتكنى في كثير على هالاتكال، استعانت بعضا مملكة لمعانها، والمزايا دائما بتحدى وجدال بين ملك الغوالي بكل ألوانها. يشرب الفنجال من سقف زين الريال، مثل من ياخذ قريع الشداد زيانها، مثل من ياخذ قريع الشداد زيانها. يا الربيعي انت في كل شيء على عال، ما يردك من البكار زيان ثمانها، استعد وتو ما جات معركة الجمال، البيارق والوشاحة تبث اعلانها، وان دخلت وفت ميز فهات بالنوال، مثل هزمة تحدى جميع أسنانها، مثل هزمة تحدى جميع أسنانها. فرع من شهر ليلبسها الحبال، تكسر دين الرياجيل دون امتانها، والسنة بتقول نص من ظهر قدم الخيال، فالفقارة ياخذ شوية من حجبانها، والروضع ينطلق واللواحي والسبال، عظم صنقرها تشوف خلاف اذانها، عظم صنقرها تشوف خلاف اذانها. احزها ما بقى الا على الظهر ليال، حولوا بام النامس في مدنها، فايز يا ابو حمد في المراجل والحلال، كلها سلعت لشام ما مسكت عنانها، بني انبتح على دربك انه فوق جال، الرفع صورة شيوخهم عنوانها. تعز دايما ما تعدها الرجال، جامع سكانة الدار معظفانها، ولا عن نوره يلاقى بعين العيال، وارثين شبت النار من جدانها، من مشاهر المناصر وفينا الخصال، ما رفعها للعلا كون فعل ايمانها، ما رفعها للعلا كون فعل ايمانها. اتكنى في كريم على هالاتكال، استعانت بحظا ملك المعانها، والمزايا دائما بتحدى وجدال بين ملك الغوالي بكل الوانها. اشرب الفنجال من سقف زين الريال، مثل من ياخذ قريع الشداد زيانها، مثل من ياخذ قريع الشداد زيانها. يا الربيعي انت في كل شيء عام. يا سيف لا تفتحها، حطها في جيبك. ما شاء الله تبارك الله. سيف انا سيف سيف سيف. شوف شوف الرجال، الكاميرا الكاميرا سناب. ايوه ما شاء الله تبارك الله، بارك فيه. ابو حمد هناك طبعا انت عرفت عنك هذا شيء نعرفه، ولكن زودنا بمبارك الكربي انك عندك تصاريح في وقت المهرجانات، التصاريح هذه الرنانه هي ترفع المنافسه او ترفع الاسعار او تحرك السوق؟ اي طبعا. اولا انا عندي تصاريح وعندي مشترى يهز الموضوع، ما هو تصاريح وبس، التصاريح اللي صارت ما هي مصحوبة بأفعال، صحيح ما لها قابلية عند لا جماهير ولا، لكن إذا الرجل يصرح ويعمل صحيح فهذا شيء مطلوب. طبعا أنا صرح وأشتري وأشارك، فهو مسموع رأي الشخص اللي مشارك طبعا، صحيح يعرف اللي يضر واللي ينشط واللي وقف. فيه ظاهرة طلعت في الآونة الأخيرة، شلوا الحلفة وشلوا الوسم وشلوا، فصارت شوي فيها لخبطة بين المشاركين، كل واحد يلا فزع لي يا ابن عمي، فزع لي يا فلان، فزع لي اللي عندهم مطية فردية دخلها مع الجمل،
هذا ما يمشي. هذه ضرت عليكم في السوق؟ هذه ضرت السوق ولا تصلح، وتبني شيء ما هو لك، انت خذيت رقم بالخطأ. فأخذ سلب الأرقام حق الناس قدام يعني جماعتك، تجمع فردياتهم وتلمها في فردية واحدة، فهذه مضرة. فنطلب من طال عمرك فهد، الشيخ فهد، الشيخ فهد بأنه يشوف الموضوع هذا، ونطلب من فارس خلف أنه بعد ينظر بعين الاعتبار. فهم المسؤولين الأوليين اللي معتمدين عليهم الحكام، صحيح، أو الـ 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 الشيوخ أو الأمراء، فهم حاطينهم هم الرسميين. فنطلب منهم عناية بهذا الشيء، وتشكيل لجان لهذا الشيء لمنعه، منع الإعارة قصدك، منع الإعارة، التأكد من هذا القلب المشاركة، هل يملكها الشخص فعلا، هل يملكها، نعم، ولا مستعيرها من شخص آخر، ولا مشتريها بطريقة ملتوية وبعد المشترى يرجعها. هذه بعد فيها صح، مثل المشتريات اللي يرجع هذه تضر، هذه تضر المشترى وترجيع. فالأمر للجميع مفروض يعدلونه ويعدلون الأخطاء. بس هو دارج المشترى وترجيعها دارج عندكم؟ لا ما هو بدارج، بس أنا سمعت حالات نادرة، أنا سمعت ولكن ودكنها ما ترجع المطية. المطية لها مبايعة في 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 منطقة زي السيارات، تنازلت من ملكية السيارة كذا، يثبتون شريحتها انباعت لفلان ابن فلان، جتني مع قطيع أخرى كشفتها الشريحة أصلا، شريحة برقم، بس هم ينقلونها. ها؟ ينقلها، ينقلها بطريقة رسمية، يعني شراها ثاني مرة، ما تشتغل، ما أدري، هم أدرى بالطريقة اللي ممكن. المهم الظاهرة هذه تبون تقطعون، أنا نبي نقطع الظاهرة، كيف يقطعونها؟ هم أدرى بطريقتها. أحسنت. فنحن طال عمرك نطلب من المسؤولين عن هذا الأمر أنهم ينهون هذا الشيء. ثانيا بالنسبة للجهاز اللجان طبعا يزيدون بعض اللجان والتأكيد من بعض الأشياء وإنجاز الأعمال بطريقة صحيح. يعني أنا مطيتي دخلت تدخل وتنحجز وسمعت ليه ما تدخل على شوطها، وتدخل على شوطها من عندي، ليه أعطيها ناس ثانيين وتنحجز؟ وش السبب؟ هل ما فيه وقت؟ هل فيه تأكيد من العبث؟ يأكدها برا من العبث بأطباء وخبراء بدو، ما تدخل إلا جاهزة، ما تدخل إلا ما عاد عليها تأكيدات. أحسن. فتدخل الناقة وهي من راعيها للشوط. أحسنت. ما يردك من بكى من زيارة زمانها، استعدت وتوما جات معركة الجمال، البيارك والوشاحات بث إعلانها، واندخلت فانتميز بها توب النوال، مثل هزمة تحدى جميع أسنانها، مثل هزمة تحدى جميع أسنانها، فرع من شهر لي يلبس هرحبا، تكسر دنا الرياجين دون امتانها، والسنة بتقول نص بالظهر قد مرخيان، فالفقارة ياخذ شوية من حجبانها، والرواضع ينطلق واللواحي والسبال، عظم صنقرها تشوف خلاف اذانها، عظم صنقرها تشوف خلاف اذانها، جهزوها ما بقى على الظهر الرياض، حولوا بام النامس في ميدانها، فايز يا ابو حماد في المراجل والحلال، كلها سرعت نشاط ما مسكت اعلانها. اكرمك الله وموعدنا الصبح ان شاء الله عند البل. ان شاء الله. اكرمك الله. شكرا طال عمرك. طول عمرك يسلم. يا مرحبا. وانا ما تروح. تفضل. ما تروح. الله يكرم. باني ينبتح على دربك النهفق جال، الرفع صورة الشيوخهم عنوانها،
تعز دائما ما تعدها الرجال، جامع سكانة الدار معضيها نها، ولعن نوره إلى قاب عينة العيال، وارث نشبة النار من جدانها، من مشاهر المناصر وافن الخصال، ما رفعها للعلا كون فعل إيمانها، ما رفعها للعلا كون فعل إيمانها. رب يطول عماركم ويحفظكم. يا ربي